وللمتابعة أكثر مشاهدين ينضم إلينا من واشنطن الباحث السياسي السيد حسن هاشميان. مساء الخير. ما الذي يعنيه بلينكين حينما يقول حينما نصل إلى طريق مسدود مع إيران سنبحث عن خيارات أخرى؟ تسمعني سيد حسن؟ نعم أنا أسمعك. أعيد عليك ذات السؤال، ما الذي يقصده وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين حينما يقول حينما نصل إلى طريق مسدود مع إيران سوف نبحث عن خيارات أخرى؟ هو يقصد بأن السياسة الأمريكية السابقة أصبحت غير مجدية، النظام الإيراني استوعب هذه السياسة بشكل خاطئ وأعرفها بأنها سياسة متراخية ولا تستطيع رغام إيران إلى رجوع إلى الاتفاقية النووية. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في الظروف الحالية وخاصة بعد التعنت الشديد الإيراني تتوجه إلى تغيير هذه السياسة. أيضا هذه السياسة لها أثر سلبي للسيد بايدن وحزب الديمقراطي في داخل الولايات المتحدة. في الانتخابات الأخيرة رأينا خاصة هنا في فيرجينيا رأينا كيف خسر الانتخابات سيد بايدن، وهناك في العام القادم في 2022 انتخابات للكونغرس و2024 انتخابات رئاسية. لذلك إذا استمر على هذه السياسة الحالية تجاه إيران طبعا سيرى هزيمة قوية وسيرى نتائج تذهب إلى صالح الجمهوري. لذلك الآن سيد بايدن من الضروري أن يغير هذه السياسة. جميل، حول الجولة السابعة ما هو العنوان الذي نستطيع أن نطلق عليه؟ العنوان يمكن نطلق عليه أن هناك صورة غير واقعية ومتوهمة تأتي من جانب نظام الولي الفقيه. نظام الولي الفقيه يحضر في فيينا كأنه يحضر في محكمة الثورة في طهران، وثم هؤلاء الذين يتفاوضون معه يعتبرهم متهمين أو سجناء سياسيين، ويريد يفرض إرادته ويفرض أفكاره المتوهمة عليهم. هذا غير مقبول إطلاقا، لا يمكن أن العالم يقبل بهذا التوجه، وليس فقط الولايات المتحدة وإسرائيل بل الأوروبيين أيضا لم يقبلوا بهذا التوجه. رأينا موقف الرئيس الفرنسي كيف كان، وأيضا هناك ستكون مواقف أوروبية مغايرة ما يطلب به النظام الإيراني، ولذلك الضغط سيبدأ على النظام الإيراني بهذا الاتجاه. جميل، الضغط الإسرائيلي حول الاتفاق النووي وهذه المحادثات كيف يشكل ضغطا كبيرا على الدول المجتمعة، خصوصا وأن إيران تزيد من تخصيب اليورانيوم؟ طبعا هناك كان خلاف بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل لمعالجة هذا الموضوع وكيف التعاطي مع النظام الإيراني. الآن مجرى الأحداث أثبت بأن إسرائيل كانت على حق في توجهها للتشدد ضد النظام الإيراني ورفض المفاوضات مع النظام الإيراني، ونعتقد أن المسؤولين الإسرائيليين سيكونون الأسبوع القادم في واشنطن وسيبحثون هذه المسائل. لذلك إسرائيل الآن تريد تقول بأنها تستطيع تدمير مشتريات إيران النووية، تستطيع أن تخلق خيار آخر وفرصة أخرى للتعامل مع الملف النووي. شكرا. وهو خيار العسكري والهجوم على النظام الإيراني. شكرا للسيد حسن هاشميان الباحث السياسي، كنت معنا من واشنطن.